Now I will begin to solve some review questions about chapter 5.1. Here he is saying find the steady state error of the following transfer function for constant input, ramp input, and parabolic input. For constant input, we know that R of S, which is the input, is 1 over S. I forgot to mention that he wanted in canonical form. Canonical form اللي تكون في الشكل هذا. بوزيتيف هنا نيجاتيف هنا الفيدباك هنا جاي الفيدباك ترانسفير فانكشن اتش. اذا حتكون عندنا الترانسفير فانكشن او السيستم حيكون بالشكل هذا. هنا عندنا ال R of S عندنا ال y of s من ال g من ال h. طيب for constant input first of all في البداية لابد أن يكون الجدول هذا أمام أعيننا بدل ما نعيد إثبات المعادلة من الأول، لأنه حيسهل طريقة الحل بشكل ملحوظ. عندنا الـ input type سواء constant 1 over s, ramp 1 over s square, and parabolic 1 over s cube. عندنا 4 type system type, type 0, type 1, and type 2. For type 1 ال E steady state عندنا هنا يساوي 1 على 1 زائد KB. هنا عندنا 0 هنا عندنا 0. For RAM input type 0 is infinity. يعني steady state error حتوصل إلى infinity. Unstable system. كذلك parabolic input حتوصل infinity. Unstable system كذلك. For ramp input type 1 هيكون الـ E steady state 1 over kV. هذا velocity constant وهذا proportional constant، كأنها matrix نقدر نقول. هنا for type 1 it's infinity for parabolic input، and for type 2 in parabolic input 1 over kP kA acceleration constant. الآن نأتي first find system type. لإيجاد ال type of the system هيكون ال J ال open loop transfer function تحدد لنا السيستم تايب J في H مضروبة في بعض تعطينا 3S plus 4 مضروبة في 2 على S S plus 3 S plus 1 تربيع، لأن يعني ضربنا المقام في المقام والبسط في البسط. تبين لنا عندنا هنا تايب 1 اللي هو أس الفاكتر الاس الفاكتر. إذا كان عندنا S factored out of the equation in the denominator نشوف الأس إذا كان واحد حيكون عندنا type 1. من هنا
الجدول هذا نستطيع أن نوجد الحل الأول للكونستانت الـ E steady state هيساوي 0، لأن type 1 بيعني أن system has 1 integrated. فور بي رامب انبوت الاي ستدي ستيت هتساوي 1 على كي في. كي في عبارة عن ليميت اس تؤول الى زيرو اس مضروبة في الجي في الاتش هتساوي limit s تؤول إلى 0 s مضروبة في 3 s زائد 4 في 2 مضروبة في 2 على s مضروبة في s زائد 3 s زائد 1 تربيع. تروح ال s مع ال s، نعوض عن كل s بزيرو، يبقى عندنا في البسط 8 وفي المقام 3، فيكون عندنا الحل النهائي هو عكس العدد هذا، فيكون 3 على 8. For parabolic input الاي ستدي ستيت التايب 1 هتصير انفينيتي، هذا السيستم ستيبل، هذا السيستم كذلك ستيبل فيه ايرور، هذا بدون ايرور لان عندنا 1 انتجريتر، هذا السيستم انستيبل لانه يؤول الى انفينيتي. هذا السؤال عبارة عن سكند اوردر سيستم، المطلب الاول يبغى لنا نحدد البلانت هل هو اللي هو هذا، هل هو under damped ولا over damped ولا critically damped. الشيء المطلب الثاني يبغى لنا نوجد ال response for step input. المطلب الأول من السهل إيجاده، اللي يحدد لنا ال damping case for this equation هو الزيتا. If zeta is greater than 1 this is overdamped. If zeta less than 1 underdamped. If zeta is equal to 0 is equal to 1 هذا critically damped. Now how to find z، نعرف انه ال transfer function closed loop transfer function هي عبارة عن omega square على s square plus 2 zeta أوميجا إن بلس أوميجا إن سكوير. من هذه المعادلة نستطيع أن نوجد الزيتا، الأوميجا إن حتساوي سكوير تساوي 9 من المعادلة، هذا يؤدي إلى أن الأوميجا إن حتساوي 3، الزيتا 2 باي أوميجا إن حتساوي كم مضروبة في الإس تساوي 12، هذا يؤدي إلى أن الزيتا حتساوي 12 على 6 equal to 2 and 2 is greater than 1 so it's over damped response. من خصائص ال over damped response إنها مثل ال first order system في الرسم.
الفيرست اوردر سيستم نعلم انها تكون الريسبونس بالشكل هذا حتى يوصل الى ستيدي ستيت. كذلك الاوفر دامب لازم ياخذ الشكل هذا ويعتمد على اي بول دومينيت، يعني اي بول هو المؤثر في الريسبونس. اذا كان سكند اوردر حيكون عندنا تو بولز، لذلك في بول يكون يؤثر على الريسبونس اكثر من الاخر، بالتالي تظهر لنا الريسبونس كانها فيرست اوردر ريسبونس. حتى يكون في illustration انا عملتها في الماتلاب. هذا عبارة عن equation دخلتها step input، اذا طلع ال response نفس ال first order system كما ذكرت.